تحية إليكم إخوان الكرام السلام عليكم نتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير الموضوع ديال اليوم غادي نتكلم على واحد سوبسيديو ديال 451 واحد أورو اللي يمكن الإخوان يطلبوها الجديد في يعني المساعدة كينا. ولكن كيفاش أنك تديرها وطلبها وتبقى لك يعني حتى التقاعد ديالك الشيء الغريب الغارف غادي تقولوا لي أودي يمكنش يمكن ولكن هي ماشي لجميع الناس يعني كاين الناس غادي نعطيو بعض على حساب الشروط كاين سبعه شروط جد مهمه غادي نتعرفوا عليها في هذا الفيديو باش الاخوه الكرام اللي عندهم يعني هنا غادي نعرفوا شنو هما الفئات اللي معنيين بهذه المساعده هذه اللي عندهم الحق فيها باش على الله وعسى هي واحد المعاونه اللي يمكن يستفدوا منها على الاقل حتى يجب الله شيء وليس الله <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أه نقدم لكم اليوم فيديو أه في كيفية طلب المساعدات الاجتماعية العديدة للمهاجرين أه في إسبانيا. حيث نفرق بين المهاجرين الغير الشرعيين الذين يتلقون أه يعني أو باستطاعتهم طلب أه مساعدات الإنسانية كالمواد الغذائية وال... يعني الصحيه ويعني الخدمات الصحيه الادنى ومع ومع الجمعيات الانسانيه الى اخره حيث لا فرق بينهم وبين الاسبان يعني وخاصه المهاجرين الذين لديهم بطاقه الاقامه الدائمه بيرماننتي هذا من جهه ومن جهه اخرى يعني هناك مساعدات الاجتماعيه من قبل الحكومه المركزيه وهناك مساعده اجتماعيه اخرى لكل اقليم يعني البروفانس يعني مختلفه كاقليم الباسك الذي يعني مشهور وال يعني المساعدات الاجتماعيه العديده وليس كاقليم الاندلسيه لهذا اخترت لكم هذا الموقع الممتاز الذي هو امامكم السلام عليكم اخواني اخواتي معكم خوكم الحليمي في فيديو جديد هذا الفيديو غادي نهضر على طلب المساعده في اسبانيا مع الرغم على ان بزاف ديال الناس جاو عندي في كومونتيرات وكنت هضرت على عده فيديوهات في, في اليوتيوب على المساعده وكل كومونتير كيجي من جي يعني انا عندي ولدي واش ممكن نستافد من هذه المساعده من هذه الجمعيه إخوان الأخوات المغاربة السلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان مرسلنا في كل مكان ودائما وأبدا كما العادة كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير الأحوال ونبداو على بركة الله ونشارك معكم هذا الخبر اللي نزلوا ال سي بي أي السيرفيسيو السلام عليكم خوتي في هذا الفيديو غادي نشارك معكم المساعدات اللي نقدروا نستافدوا منهم كنهضر على الناس اللي عاطلين عن العمل ال سي بي منزل خمسه ديال المساعدات هما خمسه ديال المساعدات يعني متو... متنوعه بالنسبه للعاطلين عن العمل غادي نشوفوا كيفاش وشنو هي الشروط باش نقدروا نستافدوا من هذه المساعدات دائما بالنسبه للناس اللي ما عندهمش البارو بالنسبه للناس اللي ما خدموش اكثر من سنه كما عارفين اخوتي اذا خدمنا اكثر من سنه فراه عندنا البارو المده ديال اربعه اشهر ومن بعد كنمشيو الايودا واذا خدمنا اكثر من سنه فعندنا البارو ديال السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا بخير وفي احسن حال الفيديو ديال اليوم غادي نشرح فيه كيفاش ندفعوا ديك الايودا ديال 200 اورو في الموقع ديال اخينسيا تريبوتاريا أه كنحتاجو غير سيرتيفيكادو دي خيطال ولا كلابي ولا ديني الكترونيكو أه ما تنساوش ديروا لايك وديروا اشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد وتبعو معايا الفيديو